واحد المره تلقاتني واحد المعجبه في ستوب قلت لي الله يرحم بكره بغيت نكتب لك شي حاجه واش ممكن توقف؟ قلت لها واخا نوقف. وقفت قلت لها ماشي مشكل. امراه زعما كبيره في زعما امراه شابه ربما دابا تقدر تكون هي كتفرج فينا سي حميد باسكيت كي داير الغزال. فجينا نزلت فعلا لعندها وقالت لي بغيت نكتب لك شاده ورقه. قلت لها بغيت نكتب لك شي حاجه ولكن ما عرفتش كيفاش ندير. قلت لها ودي ثانيه اكتبها. قلت لها ودي اسمح لي انا ما كنكتبش العربيه. قلت لها ما كتكتبيش العربيه لا يحتاج اجي ناخذ صوره. قلت لي لا بغيت نكتب لك شي حاجه وخليها تذكار عندك. قلت لها وانا قلت لها بغيت نكتب لك باللغه العربيه حيت انت عايز عليك العربيه وداكشي. قلت لها ماشي مشكل كنديرو نكتبو. ما عندناش كيفاش نديرو نكتبو. قالت لي لا نعطيك السيلو انت كتب لراسك بالعربيه. قلت لها ماشي مش عطاتني الورقه حنا الطوموبيل وحطيت الورقه فوق الكابو ديال الطوموبيل وبدات هي كتملي عليا وانا كنكتب انت فنان زوين وكتعجبني وتبارك الله عليك وداك الاعمال كلها. قالت لي باللغه العربيه خصك تكتب وانا كنترجم باللغه العربيه. وقالت لي اكتب سميتي في الاخر ودير لا سيجناتور ديالي داك الشيء وكذا هادي وخلي عندك الورقه. وخليت انا داك الورقه وركبت الطوموبيل حتى مشات بحال هكا. مش كنقول والله الا انا كتبت راسي زعما ماشي